If Allah, the Glorified, the Exalted, commands the Muslims in the noble Quran to not take the Jews and the Christians as allies, and states that whomever does take them as allies, then they are from them, then how would all these Muslims become so confused in such a clear command? The answer is very simple. This is due to the propaganda of the non-working, misguiding scholars of the end times. The Messenger of Allah, peace be upon him and his family, said, "A time shall come upon my nation when nothing from the Quran remains except for its calligraphy, and nothing from Islam remains except for its name. They are labeled by it while they are the furthest people from it. Their mosques are lofty while they are ruins of guidance. The scholars of that time are the worst scholars under the shade of the sky. From them the trials and tribulations emerged, and to them it shall return." Usul al-Kafi. America, akhiran, nashkurha ala kulli hal, wa nantazir al-mazid, samahat bi ba'd al-asliha ghayr al-qitaliyya tu'tiha lis-suriyin. 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا، هذا شيء قليل جدا ولا لماذا إسرائيل أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل؟ منين جبتم هذا الكلام؟ تخاف على إسرائيل من نسمات الهواء العليل، خطرات النسيم تطرح خديه ولمس الحرير يدني بنانه، هكذا تخاف أمريكا على إسرائيل؟ لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنه. كان يجب على أمريكا أن تدافع. الشعب السوري يقتل بالجيش، بالطائرات، بالصواريخ، لماذا؟ نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرذولة، وقفة لله، وقفة للخير، للحق مرة. أيها المسلمون، أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون. الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة، والله ليسألن الله تعالى عنهم. يا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، يا من ولاهم الله تعالى شيئا من أمر المسلمين، يا من ولاكم الله تعالى على أراضي المسلمين وأموالهم، لا تحتجبوا دون حاجة المسلمين ولا دون خلتهم ولا فقرهم فيحتجب الله عنكم. يا حكام المسلمين، إن السكاكين التي ذبح بها أطفال سوريا هي في الطريق إلى رقاب أطفالنا وأطفالكم. إن لم ننصرهم، إن الصفويين يرون ذبحنا وذبح أطفالنا وتقطيع أجسادنا يرونها قربة في دينهم، يكسبون بها ثوابا. إننا أمام عدو حاقد باغ يتعاون على قتلنا. يا حكام المسلمين، يا أيها العلماء، من خذل مسلما خذله الله. إخوانكم يستنصرونكم، المساجد تشتكي، المآذن بعدما كان يوحد لله وحده لا شريك له فيها صار يعلق عليها لافتات مكتوب عليها يا حسين. من يرضى بهذا؟ أيحل لنا أن نسكت بعد ذلك؟ يا أصحاب الأموال، إن أحرار الشام وحرائر الشام من حفيدات وأحفاد خالد وعبادة، يستنصرونكم مدداً، يقاتلون به نيابة عنكم. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، إن تمكن الصفويون اليوم في حرب سوريا، إن تمكنوا من الشام، فإن الطريق ماض على بقية بلدان المسلمين.
أيها المسلمون، هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها، جئت إلى شعب البطولة والشهامة. يا أبطال العبور، يا رجال حرب رمضان، يا من حطتم خط بارليف أرض فلسطين، لا تزال تشهد لأجدادكم بالبطولة والإباء، لا يزال المسجد الأقصى يحكي قصص مصريين جاهدوا واستشهدوا على ثراه. يا أحفاد الإباء، يا أحفاد الإباء والشهداء، الأمة تعول عليكم أيها المصريون بالقيادة والريادة. وأنا ولئن كان خطاب اليوم عاما إلا أنني أخصكم به أيها المصريون، اجتمع أمس في مصر مئات العلماء والمجاهدين، والله التقيت البارحة بمجاهدين خرجوا من كتائب الجهاد في سوريا، خرجوا تهريبا متنكرين، حتى استطاعوا أن يجتمعوا معنا أمس. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. All evidences are indicating that we are living in the end times. These evidences are many and can be found in the Torah, the Gospels, the Noble Quran, and numerous traditions and narrations found in the Islamic faith. So what is so important about Syria? Syria comprises of a part of what used to be known as Sham. Sham was a territory made up of Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine, or what some know as Israel. The Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, said that during the end times, Sham would be a territory where a dark and tyrannical figure will rise. His name is the Sufiani. The Sufiani is from the lineage of Abu Sufyan, who was one of the staunchest enemies of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. The Sufiani in the end times is supported by the West and its allies. He displays outward religion, but he is devoid of it from within. This would correlate with the verse from the Noble Quran, which was previously mentioned. Everything that has been occurring in Syria within the past couple of years has been found in the narrations from the Prophet Muhammad and his progeny, peace be upon them all.
This would even include the Romans and the Turks working together in order to attack Syria before the advent of the Sufiani. And Syria's Antioch rests on the secret close to the sea, and Sham engages in the most unusual of battles, and the Romans come forth with the aid of the Turks. What Imam Ali, peace be upon him, said regarding the end times: Syria in the end times. This is apparent for everyone who has eyes to see. Since early on in the civil war, Turkey has filled its borders with Syria with weapons, had jets flying into the Syrian airspace, and actually fired into Syria on more than one occasion. The North Atlantic Council has just met at Turkey's request to hold consultations within the framework of Article 4 of the Washington Treaty. This article states that allies will consult whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence, or security of any of them is threatened. We discussed the shooting down of a Turkish aircraft by Syria. All allies have approved a statement setting out our firm position. We consider this act to be unacceptable and condemn it in the strongest terms. The Romans, or the West, have been supporting the FSA monetarily, providing them with weapons and with logistical support, as has been previously mentioned.